ماشي بعيد على مدينة طنجة، وبالضبط بمتجر البرج جماعة ملوسة، إقليم فحص أنجرة. كتعيش هاد الساكنة مجموعة من المشاكل، منها ندرة المياه، ضعف البنية التحتية، وانعدام المواصلات. أوضاع معيشية صعبة، إقصاء، تهميش، نسيان، مشاكل عديدة جعلت ساكنة متجر البرج تنتفض. وعارة صاحبي، عارة حنايا في 2022 صاحبي. أربعة كيلومتر د الطريق، لا نمشي أنا من هنايا إلا حتى نمشيو على رجلي. وحتى واحد ما كيصلح هاد الشيء، وحتى واحد ما كيبرق لنا هاد الشيء، وعينا نغوتو والو. دابا حنا دعنا وما خصناش ولادنا الصغارين يضيعوا. انا خصني الماء، انا خصني الماء، هما بزاف خصني الماء، خصني الطريق. اضافه الى بعد المسافه وانعدام المواصلات، فالطريق اللي كيسلكوها التلاميذ بشكل يومي هي طريق غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر، ومنها هاد السكة الحديدية. المدرسة بعيدة ونقطعوا السكة. شما ساعة كتخرجوا من الدار في الصباح؟ من الدار اللي كان عندنا الصباح خصنا نخرجوا مع الدار مع السبعة، لكن بعد ومع اللي يكون عندنا العشية نخرجوا مع 12:30 باش نوصل. دا مكرانيش يعاوطونا القنطرة ويجيبونا التروسبور. بالنسبة للسكة خصهم يعدلونا القنطرة والتروسبورات، خصهم يعدلونا الطريق، خصهم يعدلونا المدرسة قريبة باش مابقاوش نمشيو بعادين، والقنطرة نخافو شي دران يجي عنا ولا شي واحد يترسو الله يحفظ. كنمشيو هاد الحواول كيمشيو واحد المسافة طويلة على رجلهم، ولا يكونش حتى ولا يكون الويدان حاملة، وحتى واحد ما كيصلح هاد الشيء، وحتى واحد ما كيبرق لنا هاد الشيء، وعينا نغوتو والو. ما فكروش ان هاد التلاميذ المدرسه بان المدرسه بعيده ويعملوا لهم واحد قنطره فوق هاد السكه. وخصنا العوال بملوسه خصهم يعملوا من ناقل حتى هنايا، عوال كيجيو كفس حتى الرفينه وش حتى والبرد كيدخل حتى الليل، حنا خصنا الناقل يوصلونا حتى تنديور. حنا الشهر هذا منسي، اللهم هذا منكر. مركب خصنا جوج ساعات نمشيو على رجلنا تاع المشلاوه تاع الرامبون المشلاوه. دابا حنا دعنا وما خصناش ولادنا الصغارين يضيعوا. كنخرج ما كانش برك كيفاش كنخرج، باش نخرج من هنا تاع المشلاوه بزاف، باش نطلع من تما المشلاوه من مدينه تاعنا بزاف. في عمري 46 سنة وأنا كنعاني من هادشي هذا اليومين هذا، ما كاينش شي واحد جا عندك يشوفك يقول لك بدي واش كيفاش كتعيش ولا ما كاينش. إوا تكرسة بطريقة تشوف الكروسة البيستة هي اللي كتهلكها، ها ضروري البيست اللي مشى ما تجبروش، ها هي الكروسة مارسها هو رجلها، ها هي ترسات كويتا هما عاود ترسات هي فين يا الرويدة. المهم صعوبة كبيرة باش كنعيشوها حنايا في هاد البادية بزاف، خصوصا هنا حنايا بزاف. الطريق اللي نعانيو بالطريق طريق ما عندناش، انا انت كتشوفني معذور وعندي جد العكاكز اللي كان هود ساعه ما كان المشلاوه على رجلي. 4 كيلومتر الطريق لا نمشي انا من هنايا الا حتى المشلاوه على رجلي، وانا ماجي وانا كنرتاح نجلس باش كنبلغ انا شانطي باش كنمشي. انا خصني الماء، خصني الطريق، ما كاينش ما عنديش ملي ثقيل ما نطلع انا حتى العنوالي فاين فرات الكوديه، وانا ما نقدرش رجلي لحرقني. العينات خدام عندي ما تنوض في الصباح، شكون باش يديها لي انا من رمى حتى الرافع؟ كان شي انا نبقى انا لا ما انا الله ينصر صدنا. انا خصني الماء، انا خصني الماء، هما بزاف خصني الماء، خصني الطريق. ما الا تكون الشتاء الواد لا يفيض عليا، الواد لا يفيض عليا، ما عنديش ما ندخل بالعروق. لا نبقى جالسه نمشي عند الجيران، انا نمشي واحد المسافه عاد نقول للدار ديالي. انا كنمشي نسقي من الحماره ورجلي كيحرقني ومريض، عمري كثر من 60 سنة والماء ما عندناش، يلا شي بالماء وشي بلا ماء. شنو نقول لك؟ جوج كيلومتر ولا كثر ولا ثلاثة. المشكل في رجلي، عندي سياتيك، ما عندي لا ولاد ولا والو. كتشوف الحمارة هذا ماشي نتسخر بالحمارة، كنمشي نسقي بالحمارة. يعني الماء كتشهد بالحمارة والو ما نقدرش،
انا المراه كبيره ما عنديش الصحه شي كتشوني نمشي بالعكاز وهيدا كان قلبي ما حاشاكم وكنمشي نعمر ديك الماء ونجي الا كان الشتاء ما نبقى بالعطاش ما عنديش باش نستافد الماء لا ما لا دوله لا مواصلات عايشين مكرفسين ما عندك ما تشوفوا سلام الضو الكابلس مطيحين الصواري مطيحين الماء مقطع الطوبوس لا يمشي والماء غير كيهرق في القلق وما كاينش من اللي كيعدل كتجينا في المدرسه كنقراو ساعه وما كتجيتي مورانا الترانسبور في الدار كنبقاو تما نهار كامل لا غير عندك جوج ساعات في النهار سيس قراهم وتخرج لبرا ما تجيش موراك الترانسبور تبقى تان الساعه ديالها تان الليل حنايا واخا حق العائلات كتنزل بالليل وساكنين بعادين وهذاك كتخليهم الضو ما عندناش في الطريق شانتي الليل ما كرهناش زعما يزيدونا الترانسبور يعدلوا لنا الطريق من عندنا الضو في الشوارع هيدا ما عندنا لا كامبو نلعبوا فيه ما عندنا دار الشباب ما عندنا حتى شي جمعيه اللي شي جمعيه اللي تفيدنا بشي حاجه ما كاين حتى شي حاجه ملي كيبقاو جالسين كل واحد شنو كيعمل يعني كاين اللي كيتسبلا كاين اللي كيتسبلا كاين اللي يمشي يسرق كاين اللي كيكمي عندنا مشكل هاد المدرسه اتحلت جديده عندنا المشكل الاول هو ان السياج ما كاينش ديال المدرسه يعني العلوم ملي كيخرجوا ديريكت ما كاينش الصور وعندنا مشكل ديال الماء مقطوع هذه 20 يوم كما كتشوفوا معنا كاين هاد الحفره هنايا وكاينين العوال التعليم الاولي وليدات 4 سنين يعني يقدروا يطيحوا في هاد البلاصه هذه السياج ما كاينش كطيح الشتا كيكون الغاز كتكون الدنيا مكرفصه مرمده انا واحد الانسان يعني دابا هادي يقول واحد 30 سنه ولا وانا كنعيش في هاد المتجر هذا دائره 12 يعني عمري شفت انا شي هاد شي الرئيس كيدخل هاد الدائره 12 هو متجر برج الى انتخابات الانتخابات واي رئيس واي برلمان انا كنوجه النداء البرلماني ورئيس الجماعه يعني ما كتجوش هاد خصوصا الدائره هذه الدائره 12 والدائره 13 هذا انا كنسميهم الدوار المنسي هذا كنسميهم الدوار المنسي وانتم عارفين هاد الدوار هذا جوج دائره 12 و13 منسيه عندكم معروفه ثاني حاجه الرئيس يعني ما كيجيش عندنا مره الناس ما كيعرفوهش كيجي عندنا من انتخابات وانا كنتمنى ما الدوار هذا ديال مدشار دار حمران والبرج هادو منسيين هادو كنأكد عليهم منسيين انا كنأكد عليهم لان هادو متجر المنسي وعار صاحبي عار حنايا في 2023 صاحبي راه مجه وحشومه والسلام عليكم وكيبقى الامل ديالنا مر هاد التقرير اننا نثير انتباه السلطات المعنيه والمسؤولين الترابيين من اجل التدخل العاجل لاخراج هاد المنطقه من العزله والتهميش ورفع المعاناه على الساكنه من باب الإنصاف الاجتماعي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.